اوه تتحكم فيه. لايك اشتراك فعل جرس التنبيهات وبسم الله الحلقة تبدأ. وات الحلقة تبدأ كذا على طول؟ هذا مصاب مقطوع. او ماي جاد. وال هذا من قبل لما ماتوا. وات اللي قاعد يسوي كذا؟ Oh my god. Oh my god. اللي بيرجع للبداية صدقوني يا شباب. ول 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 ايوه هنا. وات بشر في عام 1985 واحد اسمه دايف. هذا هذا الدفك بوم. دفك بوم ادوها كانه صح. يا ادوها ادوها دفك بوم العميل السري. بنحلل طبعا يا شباب اصبروا. وال او ماي جاد ادوها. اه اقعد. واه dead. Oh god. وال 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 والله ده اسطوري ده. بوم 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 بوم. No way man. Like العميل السري كوها. اه وال والله رحنا فيها. وال يا شباب العالم المزيف هذا صح ضخم لانه. لحظة وش اللي صاير؟ اوه تتحكم فيه شكلها. تتحكم فيه. كونتينرات طيح الكونتينر. ادوها ادوها متفاجئ هنا. متفاجئ الجيمان من العالم يقول كيف. او ماي جاد يضحك. بلقع. اقعد اقعد. ول 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 ول. ايه وصلوا 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 التايتن. راح فيها. هلا والله. القعدة. اوه نو. جاك الموت. Oh my god. راحت فيها يقول له خلاص. اوه الجيمان صار يتكلم.
تقول؟ وال او ماي جاد، الحلقه يا شباب قصيره، احسها مره معناها خمس دقائق بس والله قصيره. هانا وقت التحليل الان، والله حلقه اسطوريه. بنعكس الفيديو ونقول لكم ايش الجي التايتن تي في مان قال المرة. دفك بوم يا شباب، ما ساعدنا ما حط ترجمة، مش مكتوب هنا. لكن قال يا شباب تحليل، جيب معاك حاجة تاكلها، لأن بنتكلم عن أشياء كثير، لأن الحلقة فيها تفاصيل كثير بصراحة. وطبعا أكيد بعضكم يبغى يعرف وش قال التايتن، بنترجم لكم وش قال التايتن يا شباب، بنعكس الفيديو. بس أهم حاجة الآن يا شباب، خلونا نبدأ حبة حبة، خطوة خطوة، لين ما نوصل إلى آخر لقطة موجودة في الحلقة، أوكي؟ وبنقول لكم طبعا حتى العميل السري ليش هو موجود هنا، بنعطيكم بعض الأجوبة اللي ممكن بعضكم يمكن ما فكر فيها الآن، أنا بعطيكم إياها ان شاء الله. ادعس لايك، واذا انت كنت توك جديد فعل جرس التنبيهات. وطبعا في مقطع اليوم بينزل يا شباب، اتمنى انكم تكونوا موجودين فيه. وايضا نزل مقطع زي هذا، مثلا المقطع اذا انتم ما شاهدتوه، ليش ما شاهدتوه؟ شاهدوه اوكي يا شباب. خلونا الان نبدا يا شباب بالتحليل. الان يا شباب مثل ما انتم شايفين في هذه اللقطه حاطين لقطات قديمه، السبيكر وومن قاعده تصيح حزينه بسبب ان هذا مات زين واحترق. الحين هنا وقف وغير عدل مؤثرة. شوف اللقطة يا لا بدأ كيف رفسه لا ما رفسه ضربه بقص حلقة قديمة ذا كيف هاي يا شباب. هنا يا شباب في عام 1985 16 سبتمبر الساعة 10 AM. التاريخ هذا قبل ما نشوف الآن لقطة البنت هذه، التاريخ هذا يا شباب لو نرجع مثلا إلى الحلقة، إيه يا شباب الحلقة 69، طبعا رقم 69 موجود في الحلقة اللي شفناها من شوي، أوكي موجود، بقول لكم فونه موضوع التاريخ، لأن أبغى أشوف كم التاريخ اللي موجود هنا نسيته أنا. 1979 يا شباب. فالآن يا شباب الفرق بين التاريخين هذولا تقريبا 6 سنوات، فهذه أحداث قديمة. وهنا العميل السري راحت له قالت له ديف لوك باك، ديف طالع ورا، سويت أوكي لايك زين. أتوقع يمكن هي الكاميرا كاميرا وومن لو هي تحولت مثلا. ليش؟ لأن الكاميرامان يا شباب كله يسووا لايك، لو تلاحظوا هم أكثر الشخصيات اللي يسووا لايك يحطوا لايك. فنظريتي أنا الآن يا شباب إنه يمكن اللي موجودين هنا في المعمل أغلبهم يمكن تحولوا إلى كاميرامان. فالآن يا شباب مثل ما أنتم شايفين هذول 2 علماء موجودين على اليمين، واثنين شخصيتين يعني متعاونين مع العلماء، وطبعا هم الآن قاعدين يجهزوا للتجربة. العالم الأبيض قال لها جهزي نفسك مع بيز 1، يعني خلينا نقول الزر الأول كاثي، قال لها كاثي، اسمها كاثي يا شباب. فعرفنا الآن ديف وكاثي. فالآن يا شباب راح أعطيكم معلومة واضحة، إن هذه يا شباب كاثي هي نفسها اللي قاعدة تشاهد من خلال المونيتور، فهي قاعدة تشوف التسجيلات تبعها. لأن يا شباب في هذه اللقطة شوفوا، أبغاكم تلاحظوا الآن من الحلقة اللي أول كاميرا وومن طلعت فيها. فخلونا الآن نرجع إلى الكاميرا وومن، شوفوا يا شباب الكاميرا، لكن الأول اللقطة هذه شوفوا الكاميرا وومن هذه اللي سوت لايك، سوت لايكين يا شباب، لايكين بإيدين ثنتين. ولو نرجع إلى هذه اللقطة زين، نعطيكم بس دليل إن البي أو في كاميرا وومن هي قاعدة تشاهد نفسها الآن، أوكي؟ خلينا نحط لكم بس إثبات، أديها نفسها يا شباب، فهي قاعدة تشاهد روحها يا شباب، قاعدة تشوف الذكريات. فيمكن يا شباب الحركة هذه اللي سوتها هي اللي ضغطت بلايكين اثنين، يمكن يا شباب هذا ديف يمكن يكون هو كاميرامان عادي، مثل ما قلت لكم ما راح يكون العميل السري زين، بيكون هو ديف، لكن بيكون اي هو، بيكون
يمكن يا شباب ديف وهذا البلانجر كاميرامان. فالإثبات الآن الواضح أن النينجا كاميرامان هو ديف. زين، هي لأن تحب ديف وهي معهم مع بعض، وبما أن هنا لايكين يعني هي نفسها كايثي وهذا ديف. أوكي، فالآن يا شباب تأكيد، أوكي أأكد لكم أن هذا النينجا كاميرامان هو ديف. خلونا الآن نرجع إلى لقطة قديمة يا شباب من الأول ظهور للكاميرامان، كاميرا وومن قصدي. زين، لو نرجع إلى الكاميرا وومن من البي او في تبعها، ايوه ديها، هذه اول كاميرا ومن طهرت. شوفوا يا شباب، هذه في الحلقه 52 كادوها البلنجر يا شباب. هذا ديف، الان عرفنا ان هذا ديف. على طول هنا طلعت يا شباب اديها الكاميرا ومن صوت 2 لايك يا شباب. فخلاص هذا تاكيد الان ان هذه هي البي او في كاميرامان اللي شفناها اليوم في الحلقه. اوكي، انا كنت شاك ان هي تكون المحقق، بس هذه الكاميرا وومن يا شباب. فنعطيكم تاكيد هنا يا شباب على هذا المشهد ان كل اللي موجودين هنا هم تحولوا الى كاميرامان يا شباب، وهذا هو النينجا كاميرامان، وهذه الكاميرا وومن اللي كان عندها سلاح زي السنايبر. الان يا شباب نراويكم حاجتين يمكن انتم ما انتبهتوا لها في هذه الصوره. الحاجه الاولى خلينا نخليها أبطأ شيء يا شباب، أبطأ شيء. أبغاكم تنتبهوا الآن لما الكاميرا هي قاعدة كانت تحاول تعدل الكاميرا. شفتوا؟ انتبهتوا؟ في واحد عبر. إنزين، اللي عبر هذا يا شباب أبيكم تفكروا فيها بس. في شيء لازم تعرفوه، إن اللاكي كاميرا مان يا شباب هو هذا، هو لبسه. اوكي، زين، ما بين الكرافته، ما بينت في اللقطه، بس بين اللي هو الجاكيت الاسود مع اللون الازرق هذا. مثل ما انتم شايفين يا شباب هذه جوتي وهذا اللون الازرق، فمن المحتمل انه يكون هذا هو اللاكي كاميرامان اللي عبر هنا، بس ما شفنا وجهه. الحاجه الثانيه يا شباب، هو اول ما صار ترانزيشن هي دائما تكون مع النينجا كاميرامان، مثل ما انتم شايفين هي تكون وياه، تراقبه، تنتبه له، تخاف عليه يا شباب. لما صار ترانزيشن شوفوا في بين انعكاسها شويه، كانه لان هي قاعده تشاهد، يمكن هذا انعكاسها في زي الكاميرا يا شباب اللي بينت هنا. لو ارسمها لكم كك 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 كك، وهذه العدسه هنا يا شباب، زين بينت شويه كانها يا شباب، اوكي شويه، ويمكن هذا انعكاس هو لايك. قالت له ديف طالع ورا، بعدين هو قال نا انا اموري طيبه، ام جود، نا ام جود، ما يبغى مشغول، ما يبغى يطالع ورا. بعدين هي قالت اوكي ولفت، بعدين دولا قالوا اوكي احنا امورنا الان جاهزين، جهزنا كل شيء الان، وضغطوا كلهم شكلهم. قال ريسيف وذ بيس 1 اول سيت، بعدين هي قالت اوكي. زين، وحاجه يعني قاعدين يرتبوا حاجه الان هم مع بعض. opening the gate، فتح البوابة، فتحوا البوابة. طبعا لو تلاحظوا طبعا هو يعني خلينا نقول جاء تأنيب ضمير وما كان يبغى يطالع، بس بعدين طالع لأن هي شوية زعلت كانها. زين، طالع وسوى لايك هو، وابتسم طبعا بعد. opening the gate وبوم يا شباب، بوم. هنا بعد ما صار هذا الشيء هم قاعدين يسووا تجارب. طبعا الشعاع هو نفس الشعاع الازرق كان اللي يستخدموه كاميرامان التايتن كاميرامان. بس انا الان يا شباب عندي نظريه جدا خطيره. النظريه تقول هذه مثل ما انا قلت لكم انه هو اعطاه امر اوبن ذا جيت، عشان البوابه تنفتح يا شباب لازم يكون في اربعه اشخاص تقريبا يضغطوا على زر معين او سويتش معين في ضغطه واحده، دفعه واحده كلهم مع بعض يضغطوا، اوكي، وتنفتح البوابه. فالبوابه هذه يا شباب اتوقع، زين اتوقع يعني اعتبروها نظريه قويه ذي، تعتبر البوابه هذه يا شباب اللي هم فتحوها هي بوابه الى عالم اخر، بوابه يعني تنقل، بوابه تنقل يا شباب. خلينا نقول شفتوا الضوء الازرق هذا، الضوء الازرق هذا هي طاقه لفتح بوابه هم ينتقلوا فيها، يشوفوا فيها عالم ثاني، عوالم اخرى. فنظريه اخرى تقول يمكن بسبب البوابه هذه اللي هم فتحوها ويمكن ظلت مفتوحه، فيمكن الاسكيبيدي تويلت هم جايين من عالم اخر ودخلوا هذه البوابه. فنقدر نقول يا شباب ان الاسكيبيدي تويلت يمكن هم دخلوا من هذه البوابه اللي هم فتحوها ويمكن ما سكروها
او تعطلت البوابه وصاروا يقدروا يدخلوا الاسكبري تويلت اللي جايين من عالم ثاني من كوكب ثاني. وبعدها الاسكبري تويلت بداوا ينتشروا. وبعد ما انتشروا يا شباب خلينا نقول العميل السري توصل الى فكره معينه، يمكن لان العميل السري احنا ما ندري بعد، يمكن العميل السري هو اصلا من عالم مختلف يا شباب. لأن يا شباب أحد العلماء قال إن انتبهوا يا جروب سي، حان وقت إجراءات فتح البوابة. فجروب سي يا شباب هم يعتبروا الاثنين هذولة، هذه البنت وهذا الشخص. فجروب سي عرفنا هذولة، جروب A و B ما ندري منهم هم يا شباب. واضح إن في بشر متعاونين مع العلماء، على رأسهم طبعا منه العميل السري. فالمشروع يا شباب اللي امتد من تبع العميل السري، التاريخ اللي اعطيتكم اياه من شوي 1979، مر على التجربة الآن مع دوفوكبوم، عفوا مع العميل السري 6 سنوات. فيمكن هذه الإجراءات تتعلق بالعميل السري، هو اللي يعطيهم الأوامر أنهم يسووا هذه الأشياء. فالفكرة يا شباب اللي عرفناها أن في بوابة تخليهم ينتقلوا من عالم إلى عالم، أنا أحس كده. لأن سبق وأنا قلت لكم يا شباب في هذا الموضوع سبق، يعني خلينا نرجع يا شباب، هذه الحلقة هي حلقة جيمينج. كتبت لكم قلت لكم اكتشفت مكان العميل السري تبع سكيبيدي تويلت. هنا الآن فعلا هذه الحلقة اللي ما شاهدها أقول لكم روحوا شاهدوها. أنا لعبت لعبة ومن خلال دي اللعبة عرفت إن شكل العميل السري تكون عنده بوابة. لأن شوفوا يا شباب اللعبة اسمها Kill It With Fire 2. زين ما كملنا هذه اللعبة، كانت ديمو تقريبا، بس أنا أبغى أراويكم الآن بس البوابة اللي خلتني أستوعب إن هذا هو مكان العميل السري. شوفوا شباب المكان هذا تقريبا يحاكي المكان اللي موجودين فيه اللي في الحلقة اللي شاهدناها اليوم سكيبيدي تويلت. لو سمحتم أدوها يا شباب. أيوه يا شباب شوفوا 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 الحركة السحرية، شوفوا التنقل هنا، بوم يصير فيه تنقل، هذا زي تنقل سريع، بوم أرجع، هذا زي البوابات. ما بأطول في الحلقة بس أنا براويكم البوابة. أدي هالبوابة يا شباب، أديها لما قالوا open the gate، أديها البوابة زي كده خلينا نقول مثلا، بس طبعا اللون أخضر زين مو أزرق، لكن الفكرة كده. يمكن يعني الطاقة اللي انتشرت باللون الأزرق تكون مثل كده زي كده يا شباب زين، حاجة مستطيلة وتضرب ضوء بقوة باللون الأزرق وتخليها تفتح البوابة اللي زي كده. هنا يا شباب العميل السري، هذه طريقة للتنقل، دنيا خطرة له، هذه طريقة صدقوني يا شباب كشفتها. وأيضا الأسلحة اللي يستخدموها الكاميرامان، كاميرامان 69 مثل ما قلت لكم مكتوب رقم 69. هنا مثل ما أنتم شايفين كاميرامان اللي في التسريبة يا شباب قاعدين يهجموا على سكيبيدي. واضح السكيبيدي طلع ضعيف ده مرة يا شباب، توقعنا أنه يكون قوي بس. خلاه ينسم، أعطانا الشاف. الصرخة ما لها حل. نسفوه. هذه اللقطة تضحك. اللقطة دي تضحك يا شباب. ما أقدر. أوه اليمين. اليمين اليمين. الحين شارع. هنا يا شباب على طول تحديد الكل. على طول شفتوا السلاح. Oh my god سلاح اسطوري، السلاح فوق في الراس. العميل السري ادوها، بقول لكم نظريتي العميل السري بعد شوي. اوكي واقف واضح هنا، واضح يبغاهم يدخلوا كالعاده، يبغاهم يدخلوا في شيء مهم هنا. وال وقفهم ده على طول عند حدهم، والله ضخم ده حديد. Oh my god شوفوا ابتسامته. على طول على طول ابتسامته تغيرت. شفتوا كيف جبناء والله العظيم، على طول هروب. هنا يا شباب مثل ما قلت لكم ان هو العالم قاعدين يتحكموا فيه عن بعد. من اللي قاعد يتحكم فيه؟ تي في وومن. فوصلتها إشارة تي في وومن. طبعا تي في وومن دي قاعدة مكان. شوفوا لكن يا شباب اللي وراها، وش ده اللي وراها؟ في شيء غريب وراها، كأنها قطعة دوناتس. في شيء دائرة تحسه ورا، وش هي بالضبط صايرة؟ All set peace يا شباب كونوا.
الله جايين بالقدو. بوم طيحوا القدو يا شباب، طبت الصفاري وكل شيء طاح. خلاص هذه الكونتينرات طبت طاح. هذا كونتينر مهم، ليش مهم؟ بقول لكم ليش مهم. هنا يا شباب، هنا يا شباب، طبعا يا شباب لو تلاحظوا الجيمان مبين عليه انه مستغرب مثل ما طلعت يعني حللنا لكم. في نفس الوقت يا شباب الجيمان هو الان مو يعني مو مستوعب اوكي انه ما يبغى يهجم عليه. لو تلاحظوا ما طلق عليه زي اللي دزه، ما يبغى يؤذيه لانه صديقه هو يعتبر. في البدايه ما كان يبغى يؤذيه، ضربه بس بالدرع، بعدين هجم عليه، حس انه ما في فايده هجم عليه خلاص. طبعا شخصيه العالم المزيفه هذه هي نفسها اللي حطموها في الحلقه اللي طافت واستخدموها التي في وومن يا شباب كسلاح، خلاص صار عندهم تحكموا فيه. فالتيفي وومن الان هي قاعده تتحكم من خلال يمكن القاعده اللي هم فيها من اللي كانوا فيها. هنا يا شباب طلق عليه واختفى خلاص، نحى من الوجود من قوه الضربه، لان يا شباب الجيمان يعتبر مره قوي. طبعا شباب انا الان قاعد اتكلم بهدوء لان خلاص الوقت متاخر، حزه دفك بوم صراحه محزه. فجره وضربه مره ثانيه، يعني هو زي اللي كان حاول يقوم اللي هي قاعده تتحكم فيه الان التيفي وومن. بوم اعطى اقوى ضربه خلاص، ما بين يعني لو جزء منه شويه بسيط عشان نشوف. طبعا بعد الضربه هي خلاص الان ما طاحوا يا شباب، طلق على طلقتين ولا طاحوا. الان في اللحظه اللي خلاص في الوقت المناسب، الوقت المناسب الكونتينر يطيح ده. الموسيقى هنا اللي حاطينها يا شباب يحسسك انه فعلا تايتن سبيكر مان كذا تبع الكوبوي، زين تبع الكوبوي هو الان يعتبر شخصية كوبوية راعي بقر. صدقوني يا شباب الموسيقى اليها دار دي اللي حاطها. الان حان وقت ان نعكس الفيديو بما ان احنا وصلنا الى هذه اللحظه. غرفه العمليات، غرفه العمليات يا شباب. اوكي يا شباب لما جاء اليه قال له there is nowhere to run، اسمعوها الان، يعني ما في مكان تهرب منه، مصيود مصيود. بعدين يا شباب الجيمان قال كلمه لما هو قال له ما في مكان انت تقدر تهرب منه، قال لهم فولس اغبياء. ما عندكم اي فكره عن الشيء اللي جاي، في شيء جاي خطير يقول الجيمان. بعدين رد عليه يا شباب قال له قال له وات ايفر از كومينج تايتن تي في مان، قال له لو وش ما كان الشيء اللي جاي انت ما راح تكون حي بانك تشوفه. يعني بس احنا اللي راح نشوفه. فهذا دليل يا شباب نظريه انزين تقول ان يمكن نهايه الجيمان في الحلقه 64. ليش؟ لان دفك بوم كررها 64 وايضا كتبها في تسريبه الجيمان من قبل 74. فالنظريه تقول يا شباب ان في الحلقه 74 يا هي نهايه الجيمان خلاص يموت، او هي لحظه تطور الجيمان. انا اقول تطور الجيمان، ما ادري ليش احس ان الجيمان المفروض يتطور ما يموت. بس اذا الجيمان مات معناته خلاص عدو جديد، بيكون في عدو جديد وهم عدو الاسترو. فاسمعوا الان وش قال التايتن عشان تسمعوها عدل. او مو هني، لحظه يوسف روح البرنامج هنا يا شباب. بعد ما قال لهم يو هاف نو ايديا واتس كومينج، يس وهي نفسها سمعتوها؟ مو واضحة بس هي هذا هو الكلام اللي ترجمت لكم. وال يا شباب الجيمان بحط كل طاقته، كل طاقته. فإذا يا شباب النظرية الآن قبل ما أتكلم عن موضوع العميل السري، النظرية الآن تقول إذا الجيمان بيموت المفروض خلاص يموت في البارت 2، لأن الحلقة 74 حاجة جديدة، وهي اللي قالها دفك بوم يو هاف نو ايديا واتس كومينج، واللي قالها الجيمان يو هاف نو ايديا واتس كومينج، ما عندكم أي فكرة عن الشيء اللي بيجي. ففي شيء خطير جدا بيجي الآن يا شباب. الآن يا شباب قبل ما أعطيكم نظريتي الأخيرة، أتمنى أنك تدعس لايك في هذا المقطع
وتتأكد أنك مفعل جرس التنبيهات في القناة. كيف تتأكد أنك مفعل جرس التنبيهات؟ باختصار شديد تجي هنا اشتراك. بعضكم أحس ما يدري يا شباب، تضغط اشتراك ولازم تروح إلى الكل، تحديد الكل، وتضغط خلاص. أنت الآن مفعل جرس التنبيهات، أي حلقة أنزلها أنت المفروض توصلك، يوصلك إشعار. واحد اثنين، لا تنسوا يعني تشاهد المقاطع اللي قاعد أنزلها خلال الأسبوع. ألعاب مرة قوية ومميزة يا شباب، زي هذه اللعبة، في ألعاب أنا أغلب شيء الرعب طبعا، وفي حلقة قوية جاية بعد هذه الحلقة إن شاء الله. خلال الساعات القادمة بنزل محتوى جديد إن شاء الله، فما أوصيكم أوكي، أبي دعمكم في الجيمينج يا شباب. في لما يوسف يلعب، اسم القناة يوسف يلعب، أبي دعمكم في الجيمينج يا شباب أوكي. النظرية يا شباب عن موضوع العميل السري، هو جاي لأنه هو يبغى يشوف وياخذ الأشياء اللي موجودة في الكونتينر، يبغى الكونتينر يا شباب. فيمكن يا شباب بعد ما يهدأ المكان اللي هني يمكن هو يروح يتفحص الكونتينرات، لأن في كونتينرات أعتقد يعني طاحت. شو هذا كونتينر طاح، حلو، احنا ما ندري أي هو الكونتينر اللي فيه الحاجة الخطيرة، لأنه جاء كونتينر ثاني، هذا الكونتينر الثاني أحس هذا هو الكونتينر، صدقوا أحس هذا هو اللي فيه الحاجة الخطيرة. طلق عليه بس ما طاح، حاول يهرب، توه بيهرب يا شباب، هنا طاح الكونتينر. فشكل الكونتينر اللي فيه الحاجة الخطيرة هنا، فالعميل السري هو جاي عشان الكونتينر يشوفه. فيمكن بعد ما يصير الفايت هذا، وما أدري إيش بصير، هل الجيمان يموت؟ قلت لكم يعني إذا مات. المهم يا شباب إنه بتكون في حلقة سرية، العميل السري بيكون يحوس هنا يدور، أو يا شباب المحقق نفسه يروح إلى الكونتينر، يمكن هو اللي يروح أو العميل السري هو اللي يروح.